ميكرو فريد على قناة أنفاس بريس، دائما جديد المواضيع بكل تواضيع. خرجنا الشارع المغربي كما العادة، كل إعادة فإفادة، باش غنسولوا البنات إلا جات تقدم لكم شي واحد ود الناس بغى يتزوج بكم، واش غتفرضوا عليه يدير لكم العرس بكل تواضيع، ولا غتجمعوا غير العائلة بيناتكم وتمشي لدار راجلك؟ لا بغيت تعرفوا أشنو قالوا لنا، أجوا معايا. مثلا أختي تزوج شي، واش غتطلبي من راجلك يدير لك شي عرس فاعل تشارك، ولا غديروا شي حاجة خفيفة ظريفة مع العائلة وتمشي لدار راجلك؟ بالنسبة لي أنا ما كان من الأحسن ما يكونش العرس، من الأحسن كتدي العين وخسران الفلوس. بالنسبة لي هادشي غير من في نظرك، هذا نظري والرأي ديالي. يعني دوك الفلوس اللي مثلا توفروهم ديال العرس، داكشي شي حاجة أخرى، مشي بيهم لتركيا، مشي تدور بيهم، ولا تخليهم تفرش بيهم الدار، دير بيهم بزاف ديال الحوايج، تقدر دير بيهم بزاف ديال الحوايج، فهمتيني؟ وشنو بان لك في هذوك اللي كيطلبوا العرس وكيطلبوا قاعة الافراح والعماريه هذاك الشيء ماشي ضروري، حيت داك الشيء كيفوت. شحال من واحد دار عرس واعر وخسر فيه الفلوس الملايين، ولكن داك الشيء والو، كيبقى داك الشخص شكون، هذاك اللي تزوجتي به واش مرتاح، واش متفاهمين؟ ما كانت الراحه، ما كاين تفاهم، راه ما كاين والو. شحال من واحد دابا مزوج وعايشين ما مرتاحينش، ما عجبهمش الحال، وهذا يعني الراحه احسن من العرس. يعني الراحه احسن من العرس. ما نفضل انا زعما، ما كنفضلش زعما ندير شي عرس يكون واعر، مهم غير تكون العائله ديالي فرحانه، يعني بابا وماما يكونوا فرحانين واخوتي يكونوا فرحانين، والجيران اللي قراب لينا، اللي قراب لينا اللي ساكن حدانا، والعائله. نقدر نمشي مثلا حدا البحر ندير شي حفيله بحال هكا بيناتنا، المهم ماشي ضروري نضيع فلوس بزاف باش ندير عرس، المهم هو نكون انا فرحانه. وشنو بان لك الدريات اللي كيفرضوا على، يعني على داك اللي كيجي يبغي يتزوج بهم يدير لهم العرس في القاعه ويجيب لهم يعني شي مغني مشهور، اش بان لك انت؟ دابا الا جيت نهضر على راسي دابا انا وعلى الثقافات ديالنا حنا، فاحنا اصلا باش دير العرس، باش دير اصلا العرس، راه ماشي العريس هو اللي كيتكلف عندنا بالعرس، لا، حنا عائلة العروسه كنتكلفوا بالعرس ديالنا بوحدنا. انت دابا صحراويه؟ انت انا ساكنه في الصحراء من بلدان. يعني الصحراء. يعني المراه اللي كتكلف بالعرس بحال والدي ومن غيتكلفوا بالعرس، ماشي انا اللي عروسه. والعريس اللي واجب عليه هو يعطيني غير المهر، وحتى المهر حنا ما كنفرضوش، لا، حيت المهر عندنا حنا، المهر هو كرامه، كنقولوا المهر كرم، يعني الراجل كيعبر على الكرم ديالو بهذاك المهر اللي كيعطيك، ماشيش حنا ماشي كنتحاكوا عليه. المحاكاه هكا كتكون في البيع والشراء، ماشيش في المهر. والعرس هو ماشي الراجل اللي كيتكلف به، حنا عندنا المراه هي اللي كتكلف، عائلتها هي اللي كتكلف بالعرس، وعائله العرس كتكلف بالعرس ديالهم بوحدهم. هانتوما الشباب سيروا للصحراء وتزوجوا، راه الام والاب ديال العروسه هما اللي كيتكلفوا بالعرس. كيف ما تنقولوا مأدوبه ما بين العائله، عشاء ولا غداء كيما بغى يكون، عشاء غداء ماشي مشكل، مأدوبه ما بين العائله الاصدقاء الاقرب الناس ليك وصافي، يعني يكون داك الشيء غير منا فينا. وشنو بان لك يعني في دوك الدريات اللي باغي العرس يعني في قاعه فاخره ويجيبوا مغني فاخر؟ شوف دابا اغلبيه ديال البنات كيقول لك هذيك ليله العمر، يعني بالنسبه لهم ما غتعاودش مره واحده اخرى، فكيقول لك اللهم نفرح براسي في هذيك الليله وندير عرسي ويكونوا معايا الاصدقاء ديالي، ولا هذا، ولا نمشي بلاش، فهمت؟ وكل واحد كيبقى على حسب الميزانيه ديالو. عاوتاني كاين اللي كيكون كتكون ميسره عندها ولا عنده ولا شي حاجه كيبغي يفرح براسو، يعني انت ما باغا لا عرس لا والو بالنسبه ليا. تا ود الناس تحياتي. الله يحفظك، شكرا. صافا بخير الحمد لله. قولي مثلا جا بغا يتزوج بك شي ود الناس، واش تفرضي عليه يدير لك العرس، ولا ديروا يعني داك الشيء بيناتكم خفيف ظريف مع العائله وتمشي لدار راجلك؟ العرس لا، ماشي ضروري العرس، ماشي من الناس اللي كيبغيو العرس وداك الشيء، ولكن نقدر نسافروا انا وياه فلوس العرس. فلوس العرس تسافروا فين؟ نمشيو لتركيا. تركيا عند لاميس وما نار. بحال داك الشيء. لا ما مشيتش عند لاميس، ولكن تركيا يعني مدينه قريبه للمغرب والتكاليف ديالها تقريبا رخاص، داكشي علاش بلاصه من العرس نديروا شي حاجه كتعجبنا بجوج وصافي. وشنو بان لك دوك الدريات اللي كيفرضوا العرس على الراجل؟ داك الصراحه كل واحد والراي ديالو، كاين اللي كتبغي تبان على صحاباتها على العائله داكشي، وكاين اللي كتبغي تفرح براسها. راني جبت مغني مشهور ودرته في قاعه واعره. كل واحد والراي ديالو، عاد كاين اللي كتبغي تفرح وصافي، تبغي تفرح العائله ديالها. شي رساله لدوك الدريات اللي كيبغيو يتباهوا وكيبغيو يديروا شي عرس ب 20 مليون 30 مليون. بركه من العياقه. تحياتي.